بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن رخويات، عبارة عن قواقع كبيرة جدا كانت تعيش حول البحار مثل ما تلاحظون. كانت يعني دراستي ممتعة جدا بخصوص هذه الرخويات، وأنا أنصح أن الباحثين يتوسعون في علم الرخويات، يعني لأن من أجمل العلوم صراحة، يعني من أجمل العلوم اللي درستها في السابق.